تضارب بالحديث ما بين العقود عين الإماراتي وهو المرجح ويوفانتس الإيطالي. شوف يعني نصيحة له، لا تختار اللي رايحك، اختار اللي تحدي. حلو. أنت إذا تريد تصير نجم مثل محمد صلاح، مثل اللاعبين المغاربة اللي لعبوا في الدوريات الأوروبية، خلي يصير عندك تحدي. اطلع من الثقافة العراقية هاي اللي تريد تروح بالخليج، وانسى وشيوخ وفلوس وبنات وعراقيين موجودين وهذا، اطلع من هذا الطور. خلي ثقافتك عالية، روح تحدي، روح خلي اسمك يكون باكر عقبه ممكن تصير ملياردير، ممكن ان تكون انت رقم كبير وعنده الإمكانية. مهند اليوم ظلموه بالمنتخب الوطني لما وصلوا لكورة. أنا كنت أتمنى هذا موجود في وقتنا، كان اللاعبين اللي موجودين شلون يوصلوا للكرة ويخلوا لها مثل ما أنا كنت يعني يوصلوا لي الكرة بطريقة يعني. فولو هي اختلفت شوية كرة القدم، صارت نوعا ما تحفظ دفاعي كبير وزيادة عددية، لكن ما أخذ فرصته حقيقة. لاعب مهاري ممتاز جميل، عنده المواصفات مهند علي، عنده المواصفات اللي تخليه ينجح بأوروبا، كل المواصفات موجودة. أهم موضوع أنه السرعة. السرعة نعم، هذا يلزموا لك اياه، يرتبوا لك اياه، بناء اجسام صحيح، يتعلم يلعب تحت الضغط، وهذه مشكله اللاعب العراقي. نقدر نقول مهند علي خليفه احمد راضي؟ والله بكثير من المواصفات، يعني مثلا بالراس، مهارته، شوته يمنى يسرى، عقليته حلوه، تحركه، بس عنده اكثر من هذا، بس ليه هسه ما بارز. ليش؟ ليه مدى يلعب ويا فريق يعني فاهم الحالة الهجومية بالطريقة الصحيحة، ويراد الانتقال من الدوري العراقي حتى يحتك. نعم. أكثر نعم يحتاج. شوف احنا تدري شو مشكلتنا اللاعبين العراقيين وكل المنتخبات وكل الفرق وكل الدوريات، انه احنا ما نعلم لاعبنا يلعب تحت الضغط. صحيح. كل لاعب يريد براحته. هسه شوف مثلا حتى من يريد يستلم مثلا لاعب وسط، اي لاعب وسط يروح يستلم من المدافع، زين انت ليش جاي تستلم من المدافع؟ انت اليوم كرة القدم المساكين هم يبنون الهجمات، هم يسوون زيادة عددية للأمام. زين قبل أن تقل للصورة الأخرى، مهند علي لو ما صار عقد يوفانتس تنصحه أن يروح للخليج لو أي دوري أوروبي، كأن يكون تركيا أو أي، يعني أي دوري عدا الخليج يروح؟ يروح، وصدقني إذا راح للخليج سنة واحدة ما يطول. ليش؟ لأن لاعبين هناك مزاجيين، ما عندهم حالة التطور، عندهم حياة مترفة، ما عندهم تحدي. هذول بأوروبا غصبا ما عليك تطور نفسك، تطور نفسك، شوف ثقافة غير، شوف احتكاك أكثر، شوف نفسك قدرتك أكبر.